بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرفع التعازي إلى مقام ولي الله الأعظم وإلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية وجميع المقاومين في هذه الأرض والطالبين بحقوقهم الإنسانية. نرفع التعازي إلى شعب لبنان وشعب فلسطين وإلى كل الأخوة الأعزاء الذين أحزنهم ما حصل أخيراً. هذا الشهيد نال وسام الشهادة وهو يستحقه، فبعد جهاد طويل قضاه في سوح الوغى من أجل الحفاظ على شرف مواطنيه وشرف بلده والدفاع عن فلسطين. أخيرا وفقه الله تعالى لنيل هذا الوسام ليلتحق بقافلة الشهداء، ولا غرابة في ذلك، فهو ابن المدرسة الحسينية العلوية العباسية التي أنجبت هذا الرجل، وهذه المدرسة هي مدرسة خصبة ستنجب أمثاله وستستمر حتى قيام إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هذا المكان نقول لإخوتنا في لبنان إن أبواب العراق قد فتحت إليكم، وأن أبواب العتبات المقدسة بكل إمكاناتها هي لكم من أجل راحتكم، وفرت لكم أماكن إذا احتجتم للمجيء، وإن شاء الله لا تحتاجون إلى المجيء والخروج من بلدكم، ستعودون إلى أماكنكم وإلى مدنكم آمنين بإذن الله تعالى قريبا ببركة دم الشهيد السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. نحن هنا بين الحرمين الشريفين أقمنا مجلس الفاتحة على روح الفقيد وروح من ارتحل معه إلى الرفيق الأعلى شهيدا مخضبا بدمه، لنقول نحن هنا نواسي الإمام المهدي عجل الله فرجه، علماءنا الأعلام، جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، جميع المقاتلين الذين ما زالوا في ساحة الوغى هنا بين الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل. نقول نحن معكم، عواطفنا، دعاؤنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصركم وأن يعجل بفرج إمامنا صاحب العصر والزمان ليملأها عدلا وقسطا بعدما مضيت ظلما وجورا إن شاء الله. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. نعزي العالم الإسلامي ومراجع دين العظام ومحبي أهل البيت وشيعة أهل البيت في كافة بقاع الأرض بذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله سيد المقاومة، وبهذا المصاب الجلل الذي حل على شيعة أهل البيت أقامت العتبة الحسينية والعباسية مجلس عزاء إلى روح الفقيد المرحوم الشهيد في منطقة بين الحرمين، واليوم الثاني إن شاء الله وغدا الختام. بالنسبة لهذا المجلس تأييدا للثورة والمقاومة اللبنانية الذين يدافعون عن أراضيهم وعن أراضيهم وعن بيت الله بيت القدس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ينصرهم، ويعتبر هذه النقطة بداية إن شاء الله الانتصار للمقاومة الإسلامية. بالنسبة للمجلس العزاء الذي أقامته العتبة العباسية دعما ونصرة للشهداء الذين بذلوا أنفسهم في نصرة الدين والمذهب، بالنسبة للاستعدادات الثانية احنا مستعدين لكافة المكانات المخصصة للعتبة العباسية، متزائرين، مستشفيات مهيئة إلى الجرحى وباقي مهيئ للسكن، وموفرين كافة المستلزمات، المواد الطبية إضافة المواد الغذائية، وإن شاء الله ينصرهم ويحفظهم جاه الحسين. التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. والفجر وليالي عشر والشمع والمجر والليل لا يسر نسمي لا يعيد
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعز العالم الإسلامي وشيعة أمير المؤمنين والمراجع العظام باستشهاد السيد القائد حسن نصر الله، ونعز الإمام الحجة أجل الله فرجه، وإن شاء الله هذا ليس استشهاد، إن شاء الله نصر، لأن شيعة أمير المؤمنين علي موجودين والمقاومة موجودة في كل الأرض، وليس لا إسرائيل ولا أمريكا ولا من لف لفهم يقدرون يعتدون على الخط الشيعي، هذا الخط المقاوم من آلاف السنين، من زمن آل بيت محمد، من زمن الإمام علي عليه السلام، وإحنا باقين على هذا الخط، شيوخنا وشبابنا وصغارنا وعلماءنا على خط جهاد، وإن شاء الله نصر، وكل إحنا على هذا الطريق وما نتراجع أبدا زين، وإن شاء الله دعمنا للشعب اللبناني دعم معنوي ومادي وبكل ما يحتاج الشعب اللبناني. كلنا فتحنا أبوابنا وبيوتنا إلى الأخوة اللبنانيين، ونشوف إنه يعني الدعم اللوجستي مستمر، إنه بإرسالة للأخوة اللبنانيين. إن شاء الله باقي وأبد ما نتراجع بالدعم، بالدعم بال 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 بأي شيء، حتى بالأرواح مستعدين إحنا نروح نقاتل على حدود إسرائيل، كل يعني المقاومة في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي كل البلدان الإسلامية مستعدين إحنا، وخاف يعني أمريكا تخوفنا بطياراتها وما أدري شنو، إحنا مستعدين، الأرض إن أرض الأنبياء، أرض الأئمة، أرض الأوصياء، إيش قد ما رادوا يأخذون بالسماء لهم، بس الأرض إن ما نعطيها أبد ومستحيل. السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر. ولكم الأجر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام جميعا، والأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، مصاب استشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، ونقول من هذا المكان، من مكان جده الحسين سلام الله عليه، إن بطون أمهات المذهب واللادات، ولا يسعنا في هذا المكان إلا أن نقول سيخرج 100,000 حسن نصر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم الأجر ولكم الأجر. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجليل، ألا وهو فقيد هذا السيد الكبير الجليل المجاهد البطل سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله. نقول لك هنيئا لك الشهادة، طالما أنت في هذه المعارك وأنت تقول لبيك يا حسين وهيهات من الذلة. ونعم نقول لك من هذا المكان المبارك من حرم أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، نقول هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هنيئا لك الشهادة. وكما أقامت هذه العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية بهذا المصاب الجلل بهذه الفاتحة المباركة على روح هذا السيد الجليل، نقول لكم هنيئا لكم يا خدام الحسين، هنيئا لكم يا خدام أبي الفضل العباس عليه السلام من هذا المكان المبارك، وأنتم تعزون هذا السيد الجليل البطل. ونقول لك نحن وراك، نحن ورائك في هذه المحنة وفي هذا المصاب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إخواننا اللبنانيين من أرض كربلاء المقدسة، وإحنا الآن متواجدين قرب سيدهم مولاي أبا. نعم نقول لهم اطمئنوا ونحن معكم، نحن معكم في السراء والضراء، وإن شاء الله وإن شاء الله نحن المنتصرون شيعة علي بن أبي طالب ببركة هذا السيد الجليل الطاهر، نحن منتصرين إن شاء الله بإذن بإذن. نشوف أيضا إنه إحنا العراقيين فتحوا نعم كل أبوابهم نعم ودورهم ومسكنهم لاخوتهم اللبنانيين. نعم ان شاء الله، وهاي مو جديده على العراقيين، هذا مو جديد على العراقيين، كما قال الشاعر 20 مليون لتزورك ونكون سهله. احنا ان شاء الله بيوتنا ومضايفنا ابدا ان شاء الله، وليكن اكثر من هذه الاعداد بملايين، بيوتنا ومضايفنا مفتوحه امامهم ان شاء الله.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه ولا يحسبن الذين كفروا أنما بسم الله الرحمن الرحيم أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر ولكم الأجر إن شاء الله بالسيد الشهيد الفقيد حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله وباقي الشهداء أقيم لهم العزاء بين الحرمين لمدة 3 أيام يوم أمس واليوم وغدا إن شاء الله. فهنيئا له هذه العاقبة، وأي عاقبة أعظم من أن الإنسان تكون لحياته في أولها السعادة وفي ختامها الشهادة، ويقام له مجلس الفاتحة ومجلس العزاء بين حرم الحسين وبين حرم أخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليهما. فيملك قلوب الناس، فأخذ هذه المكانة الكبيرة في نفوس الشيعة، فأقيمت له مجالس العزاء في كل المحافظات في كل مكان، ذرفت لأجله الدموع الغزيرة، وأخذ هذه الحرارة حرارة القلوب لما كان له من سيرة طيبة في الجهاد وفي المقاومة. فنسأل من الله تعالى أن يكون ببركة دمه الطاهر ببركة دمه الزاكي، أن الله تعالى يجعل النصر حليف الشيعة دائما وخصوصا أخوتنا في لبنان. نسأل من الله تعالى بحق الإمام الحسين أن يكشف عنهم هذه الغمة.
يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مرة أخرى نعظم الأجر للجميع، لجميع أتباع أهل البيت، بالفقيد الشهيد السعيد حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله وباقي الشهداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كثرت محاسنه وعاش قليلا، قتلوك للدنيا ولكن لم تدوم لبني أمية بعد قتلك جيلا، ويهللون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير. مرة حزا خايفة أمو عليك علي اقرأ الفاتحة. هاي فاتحة مسويها للشهيد السعيد الكبير السيد حسن نصر الله. إذا بكربلة لو كنت يوم عاشوراء كم فاتحة تسوي بإمامكم الحسين؟ نسأل من الله ونحن بين حرمي أبي الفضل وأخيه سيد شباب أهل الجنة أن يحفظ شيعة أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها. ماذا كان للسيد الفقيد في عمره الشريف ندعو له في هذا المكان العظيم بطول العمر والبقاء؟ وهبت تلك الشباب الرجال الرجال في ساحات العز والشرف وحجم الأوس. منكم نزلوها أمكم الزهرة ورن بعض وحصروها. يا قلب ذوب وعلى رؤوسكم الأحزان شيلوا جراح جثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله لكم الأجر. لنا ولكم الأجر وللأمة الإسلامية. اليوم حدثنا عن اليوم نفسيتكم واليوم حضوركم بهذا العزاء وهذا المأتم الأليم لاستشهاد القائد حسن نصر الله. والله نعزي أنفسنا ونعزي رسول الله وآل بيت الرسول باستشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله والأمة الإسلامية والسيد السيستاني وكل شيعة كل شيعة علي بن أبي طالب. الحمد لله والشكر. اليوم شلون شفت إنه المجلس العزاء اللي أقامته العتبتين المقدستين في كربلاء المقدسة؟ والله ما يعني إحنا إيش ما نقدم بحقهم نقول قليل يعني بالنسبة للعتبة، ونشكر العتبة الحسينية على عزاء السيد حسن نصر الله. ويا من عادة الأوقع بالأكوان ويصيرنا النشاب نيشان، تجي أخوته أو تنسف الجيمان أو يحولون بخطة الميدان أو يهفون لبطراف الأردان ويسقوه ما ينجان عطشان. أنا شعت ذرع لدك ما لي لسان. سامحوني خويا في إنا
فصل لربك وانحر إن شاء أقوى أقوى السلام.